المعركة في ميدي تبلغ نهايتها. الجيش الوطني أطبق سيطرته على المدينة بعد أشهر من الحرب والكر والفر. معارك الأيام الماضية مكنت الجيش من الدخول إلى معظم أحياء المدينة، ولا يزال يتعامل مع بعض الجيوب حيث يتركز بعض العناصر المسلحة المعزولة واليائسة. تعزيزات كبيرة حظي بها المقاتلون في هذه الجبهة مؤخراً، استقبلوها بفرحة كبيرة ويقينهم أن المعركة حسمت أو كادت، في وقت تندحر فيه الميليشيا إلى غير رجعة، وفي ظل الإصرار الكبير من جانب الجيش الوطني على النصر. غادرت الميليشيا مدينة ميدي مخلفة هزيمة ثقيلة في أحد أهم معاقلها على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، ويقينها أنها خسرت المعركة كما خسرتها في عديد الجبهات الأخرى دون أن تلوي على شيء. الشعارات وبقايا هذا الدمار علامات تشير إلى أن ميليشيا الحوثي والصالح الإنقلابية مرت من هنا، لكن الأثر الأسوأ الذي خلفته الميليشيا وتخلفه في كل جبهة تندحر فيها هي الألغام. هذا أحد أعضاء فريق الهندسة في الجيش يقوم بالمهمة الأخطر، إنها إزالة الألغام التي لا يكتمل التحرير إلا بإزالتها وتأمين المناطق المحررة منها. أنا الآن في ميدي في المدينة، إن شاء الله سيطرنا عليها سيطرة كاملة، وإن شاء الله العدو منهار، ولقينا قتلى ولقينا معدات خفيفة ومتوسطة للعدو. تتشبث الميليشيا الانقلابية بوهم النصر والصمود، لكن المعطيات الميدانية في ميدي تقول غير ذلك، فالجيش الوطني يتقدم ويستعيد المدينة ويكاد يطوي صفحة أخرى سيئة من تاريخ الحرب في اليمن.